أطلقت مجموعة من الإعلاميين والنشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي واسم هاشتاج لبسني شعار الجيش، وجاء ذلك خلال زيارتهم لمعسكر شويعر وإطلاعهم على برنامج التدريب الوطني لطلاب المدارس الصف التاسع من طلبة وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. البرنامج الذي بدأ مرحلته التجريبية هذا العام يهدف إلى غرس روح الانضباط وتنمية الولاء والانتماء للوطن والقيادة الهاشمية وتعزيز الحس الأمني ومعايير المواطنة الصالحة، بالإضافة إلى التأهيل المدني والعقلي والتثقيف الديني والوطني. Thank you.